اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس سي بلس بلس. في المحاضرة السابقة شرحنا كيفية بناء اول جملة بلغة سي بلس بلس من خلال الدالة زي اوت، وتعلمنا كيفية فصل بين الاسطر من خلال الاضافة اند لاين. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا في كل لغات البرمجة اللي هو الفاريبلز او المتغيرات. المتغيرات في البرمجة، المتغيرات هي عبارة عن صناديق، وطبعا هذه الصناديق تكون لها استخدامات مختلفة. مثلا عندنا صندوق بلاستيكي وصندوق زجاجي، وطبعا عندنا كأسماء وعندنا فواكه. نريد وضع هذه المكونات بهذه الصناديق، يجب أن نضع المكونات الصحيحة بالصناديق الملائمة. يعني مثلا ما ممكن نخلي الماء بالصندوق الخاص بالبلاستيك المشبك، يعني الماء راح يسقط، فضروري جدا أنه نضع المكونات بالصناديق المخصصة. كذلك المتغيرات هي عبارة عن صناديق، وهذه الصناديق تكون لها استخدامات مخصصة. مثلا عندنا المتغير انتجر، المتغير انتجر هو نضع فيه، نخزن فيه الأرقام، أي ما ممكن أنه نضع فيه النصوص. وهكذا هنالك أنواع متعددة مختلفة راح نتعرف عليها لاحقا. طبعا أنواع المتغيرات عندنا string, date, byte, short, integer, long، وطبعا هذه مجموعة من الأنواع. طبعا boolean عندنا اللي هي نضع بها صح وخطأ true and false، وهذه الأنواع إن شاء الله راح نتعرف عليها لاحقا. الأهم بهذه المتغيرات هي هذه المتغيرات الأربعة: انتجر لتخزين رقم صحيح بدون كسور، طبعا الرقم لازم يكون بدون أرقام عشرية أو كسور، string لتخزين النصوص، double لتخزين رقم عشري، إذا عدنا رقم عشري نخزنه بالمتغير نوع double، وطبعا boolean اللي هي تخزن قيم منطقية صح أم خطأ، طبعا true and false إننا عدنا خلل بالنص. جيد، ناخذ مثال عملي تطبيقي على لغة C++. طبعا راح احذف هذه الدالة اللي هي C out، وافضل يعني افضل انه نتراجع، افضل انه هنا بالهلا وورد نضيف علامات يساوي مثلا بهذه الطريقة، وطبعا execute حتى تكون فاصلة. جيد، اسفل علامات اليساوي هو راح يكون شغلنا. جيد، طبعا لكل متغير إلى اسم ونوع ومحتوى، تماما مثل هذه الصناديق. هذا صندوق اسمه صندوق، نوعه بلاستيكي، محتوى فواكه. هذا صندوق اسمه صندوق، نوعه زجاج، محتوى الماء، وهكذا. طيب حتى نخزن المتغير، مثلا المتغير انتجر، أول مرة حتى نصنع متغير لابد أن نكتب النوع انت، نوع انتجر، ومن ثم فراغ لابد انه سبيس، ثم اسمه مثلا راح اكتب بهاء، ثم يساوي، ثم المكون، وطبعا بين كل جزء وجزء فراغ، يعني بين النوع والاسم فراغ، بين الاسم واليساوي فراغ، وضروري هنا ايضا اكتب فراغ. مثلا انت راح اكتب 31 مثلا رقم وفاصلة منقوطة. عند ما اجي هنا الى execute راح لاحظ انه هنا عندي خلل. الخلل هو انه الارقام، طبعا الارقام في جميع اللغات لا تحتاج الى علامات quotation mark، يعني فقط نكتب 31 بشكل مباشر. عند ما اجي الى execute الاحظ انه ماكو عندي خطأ، بنفس الوقت ماكو عندي شيء ظاهر هنا بالنتائج. هذا المتغير هو تم تخزينه فقط، اذا اريد اظهره لابد انه اطبعه من خلال الدالة cout. طيب حتى أطبع هذا المتغير لابد أنه أطبع من خلال الدالة cout، فأجي هنا أكتب cout، ومن ثم طبعا لا ننسى الأقواس البرمجية، ومن ثم اسم المتغير ضروري ينكتب نفسه، والفارزة المنقوطة. إذا أجي هنا على execute راح ألاحظ يطلع عندي هنا الرقم 31. جيد، النوع الثاني اللي هو string. string يستخدم لتخزين النصوص، فنجي نكتب string، طبعا النوع اول مره اللي هو string، فراغ اسمه، اسم المتغير مثلا راح اسميه بي، يساوي راح اكتب النص، مثلا راح اكتب بها word، وطبعا من ثم فارزه منقوطه. طيب
إذا لاحظ هنا بالإنتجر الرقم ما خلينا الكوتيشن مارك، هنا بالنص نخلي كوتيشن مارك ضروري جدا، لأن بالنصوص لابد كوتيشن مارك، بالأرقام ما يحتاج نخلي كوتيشن مارك. طيب الآن إذا أجي هنا إلى execute ألاحظ أنه ماكو شيء عندي ظاهر. طيب لابد أنه أجي أطبع المتغير B من خلال دالة cout، فأجي أكتب cout ومن ثم لا أنسى الأقواس البرمجية وأكتب اسم المتغير اللي هو B ومن ثم فارزة منقوطة. جاي راح ألاحظ هنا ظهرت لي بها وورد. طيب لو أجيت هنا بالإنتجر وكتبت 31.5 وطبعا هذا المتغير بها راح يعني أطبعه حتى ينعرض، طبعا هذا راح أحذفه اللي هو المتغير النصي، خلنا نتعامل ويا الأرقام حاليا. حجي على execute راح ألاحظ أنه 31 رغم أنه أنا كاتب 31.5، عندما أجي أطبع يطلع لي 31. طيب ليش؟ لأن قلنا integer هو يستخدم لإظهار أو لتخزين الأرقام الصحيحة وليس العشرية. طيب عندنا متغير اسمه double وهذا المتغير هو يستخدم لتخزين الأرقام العشرية، احنا نجي نغير هذا المتغير من integer إلى double. طيب نكتب double هذا هو المتغير double، عندما أجي هنا أنا أضغط على execute راح ألاحظ أنه 31.5. فإذا integer يستخدم لتخزين فقط الأرقام الصحيحة، double يستخدم لتخزين المتغيرات أو الأرقام العشرية. طيب عندنا بعد المتغير boolean اللي هو true and false راح نستخدمه لاحقا ب الدالة if و else. ملاحظات هامة على المتغيرات. أول ملاحظة، إذا عندي متغير اسمه بهاء قيمته 90، المتغير integer طبعا نوع رقمي اسمه شنو؟ بهاء، أحفظ للإسم بهاء قيمته شنو؟ 90. وعندي متغير اسمه name قيمته بهاء، متغير اسمه بهاء قيمته 90، متغير اسمه name قيمته بها. لو اجيت هنا كتبت سي اوت، لو اجيت هنا سي اوت وخليت بها بين كوتيشن مارك راح يطبع لي كلمه بها. لو اجيت هنا سي اوت خليت بها بدون كوتيشن مارك راح يطبع لي قيمه المتغير بها اللي هو 90. طيب خلينا نجي نطبق هاي الملاحظه بشكل عملي. راح اجي هنا احذف كل شيء، راح اكتب هنا متغير راح يكون string وطبعا راح اسميه بها يساوي quotation mark بها word مثلا. اذا اجي اريد اعرض قيمه هذا المتغير هنا، اجي اريد اعرض قيمه المتغير طبعا نكتب cout cout وطبعا لا ننسى الاقواس البرمجيه، واجي اعرض اسم المتغير اكتب اسم المتغير بشكل مباشر بدون علامات اقتباس راح يظهر لي قيمه بها. نجي على اكسكيوت نلاحظ انه بها وورد شنو موجود هنا بهذا المتغير، طبعا هو اسم المتغير لان انا عندما اريد اغير القيمه مثلا راح اخلي ايراك وأجي إلى execute مباشرة راح تطلع لي إيراك. جيد طبعا إذا أجيت هنا أنا كتبت اسم المتغير راح يعرض لي شنو؟ راح يعرض لي قيمة المتغير، وإذا أجيت كتبت اسم المتغير بين quotation mark راح يعرض لي ما مكتوب بالquotation mark، ما راح يتعامل ويا المتغير راح يتعامل ويا الدالة بشكل طباعة نصية. أجي إلى execute راح يعرض لي بها، فننتبه إذا أريد نطبع قيمة متغير لابد أنه نحذف العلامات الاقتباس، وإذا أريد نطبع بشكل مباشر دون اللجوء إلى المتغير نكتب النص بشكل مباشر بعلام أو بداخل علامات الاقتباس. طبعا هذا هو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هنالك كلمات محجوزة باللغة ما ممكن أنه نكتبها، يعني مثلا المتغير اسمه F
ما يقبل البرنامج يعرض لي هذا المتغير. طبعا عندما اجي هنا اكسكيوت راح يعطيني ايرور. ليش؟ لان الاف محجوزه. متغير مثلا اسمه نيم ما ممكن، راح يعطيني ايرور. طيب متغير اسمه مثلا لوب مثلا، او متغير اسمه إلس ايضا راح يعطيني ايرور. فضروري انه لابد ننتبه لهذه الملاحظة. الملاحظة الثالثة، ما ممكن انه نسمي متغيرات بالارقام. مثلا متغير اسمه 55، عندما اجي على اكسكيوت راح يعطيني ايرور. ليش؟ لان ما ممكن انه 55. طيب ايضا ما ممكن انه نبدا الاسم برقم، يعني مثلا 90 بهاء ما ممكن، يعني ايضا راح يعطيني ايرور. ليش؟ لان الارقام ممنوعه باسماء المتغيرات. لو اجينا حذفنا الارقام ونجي لا اكسكيوت بشكل مباشر راح يروح عندي الخطا. طيب ايضا ممكن واحد يسال يقول ما الفائده من المتغيرات؟ طبعا احنا راح ناخذ امثله ان شاء الله بالمحاضرات القادمه، امثله عمليه ممكن توضح هاي العمليه بشكل صحيح. ولكن المتغيرات هي اماكن ممكن نخزن بها البيانات ونستخدمها اكثر من مره. يعني مثلا طيب لو عندي هذا النص خزنته بمتغير وحبيت اطبعه كذا مره، مثلا 5 مرات، يعني ما معقول اجي اكتب سي اوت ومن ثم كوتيشن مارك وطبعا علامات اقتباس واجي هذا النص كله اكتبه هنا. لا طبعا فقط اكتب هنا اسم المتغير ومن ثم اكسكيوت راح يظهر لي النص مثل ما تلاحظون. لو حبيت اطبع هذا النص كذا مرة، مثلا 100 مرة، 1000 مرة، 1,000,000 مرة، 1,000,000,000 مرة، ماكو مشكلة، راح يبدي البرنامج يطبع لي اكثر من مرة. ولكن مثل ما نوهنا انه راح تتم عملية الطباعة بشكل سطر واحد، مثل ما نلاحظ كل عمليات الطباعة تمت بسطر واحد. لو حبيت اخليهم باسطر، طبعا فاصلة سبيس ومن ثم اقواس برمجية واكتب end line، طبعا راح اخذ كوبي وراح احدث المتغيرات ومن ثم اكسكيوت، راح لاحظ انه راح تتم بعمليات الاسطر. طبعا هذه احدى الفوائد انه تعطينا سرعه بالعمل. طيب واجب هذه المحاضره هي كتابه المتغيرات التاليه. اول متغير راح يكون string string، طبعا راح نسميه مثلا باسمي، مثلا راح اسميه بهاء، طبعا انت تسميه باسمك، يساوي تكتب لي اسمك الثلاثي بهاء مثلا عبدل، طبعا تكتب لي اسمك الثلاثي بالمتغير الاول. المتغير الثاني انت تسميه باسم، مثلا راح اسميه old مثلا، وتكتب لي بيه عمرك، طبعا يعني اختياري، يعني تكتب لي بيه عمرك او تكتب لي بيه اي رقم، ولكن يفضل انه الرقم يكون قصير مو كبير، لان انت ما تستحمل ارقام كبيره. مثلا راح اكتب اني عمري، وطبعا قلنا الانت هي بدون علامات اقتباس، ولكن ضروري نكتب الفارزه المنقوطه. متغير ثالث راح يكون دبل، وطبعا يساوي راح نكتب برقم 20، مثلا راح اكتب 33.55 فارزه منقوطه. وطبعا تجي هنا تعرض لي كل متغير بالداله سي اوت، طبعا تكتب هنا سي اوت ومن ثم اسم المتغير بهاء، طبعا قلنا نضيفه بدون الكوتيشن مارك، لكن ضروري انه ما ننسى الاقواس البرمجيه، وطبعا نخلي اند لاين حتى يكون بسطر مستقل اند لاين. جيد راح يعني استنسخ هذه الداله سي اوت بهذه الطريقه 3 مرات. طبعا هنا الدبل ضروري نكتب الاسم، مثلا راح اكتب نم، ضروري اسم للمتغير. راح نطبع هذه المتغيرات، طبعا بهاء طبعناه، المتغير old راح اطبعه هنا، والمتغير num راح اطبعه بهذه المنطقة.
اجي الى اكسكيوت، راح الاحظ بها عبد الستار جبار 31.33.5. طبعا هذا هو واجب هذه المحاضرة. طبعا يتم تصوير هذا الواجب ونشره في الجروب الخاص بالمناقشة اللي راح يتم ارفاقه مع هذه المحاضرة. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.